بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وأصبح فرحا مسرورا وأيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة المفتي وجميع القائمين على الأزهر الشريف ودار الإفتاء بما فيه صالح الأمة الإسلامية، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: باب الهمزتين من كلمتين. عرفنا الهمزتين من ايه؟ من كلمة. هنا الهمزتان من كلمتين. القراء تصرفوا في الهمز بجميع أنواع التغيير، بالنقل والإبدال والتسهيل وإيه كمان؟ والحذف. وذلك لأن الهمز لما كان من آخر الحروف مخرجا يخرج من الحلق مما يلي عظام الصدر أشبه سعلة، زي ما يكون واحد هيكح، فلذلك تصرف فيه القراء مرة بالتسهيل أو الإبدال أو الحذف، ومنهم من حقق يعني. ولذلك اختيرت رواية حفص عن عاصم هي الآن من أكثر القراءات انتشارا في العالم العربي والإسلامي ليسرها وسهولتها، لأن ما فيش إمالة كثيرة، في إمالة في كلمة واحدة. هي إيه؟ إمالة إمالة بس كلمة واحدة، والتسهيل أيضا في كلمة واحدة. لكن بالنسبة لقانون أو ورش أو غيرهم ربما يصعب تعلمها للصغار. هنا هذا الباب معقود للهمزتين من كلمتين، تكون الأولى في آخر كلمة والثانية إيه؟ في أول الكلمة التي تليها. قال رحمه الله: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتى العلم، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء، أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواو سهلا، والأخرى كمد عند ورش وقنبل
وقد قيل محض المد عنها تبدل. نعم. وبالسوء إلا أبدل. وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم. وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. ونخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدل. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم وياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وإن همز مد وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى ما جاء أمة منزلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كاليا وكالواوي سهلا. ونوعان منها أبدلا منهما وقل نشاء إلى كالياء أقياس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدأ فالصلاة. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا وذكر أنواع الاتفاق مثل إيه جاء أمرنا ولما جاء أمرنا جاء آل لوط أو جاء أحد أبو عمرو يسقط إيه الهمزة الأولى جاء أمرنا جاء أمرنا. طيب بعد ذلك يمد أم يقصر؟ يصير هنا المد قبل همز مغير بإيه؟ بالحذف. فيجوز فيه الوجهان المد والقصر. ولكن أيهما أفضل؟ هنا بقول إيه وإن همز مد قبل أو الحرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. جاء في مسائل تحرير مسائل الشاطبية قال إيه إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. يعني إذا كان الهمز محذوف هو الوجهان جائزان. الوجهان إيه جائزان. لكن أيهما أفضل؟ القصر. يبقى إذا كنت بس خلي بالك إذا كنت تقرأ لأبي عمرو من رواية الدوري من رواية الدوري فالدوري له القصر وله إيه التوسط. إذا كنت بتقرأ بالتوسط بالتوسط مثلا ايه ولما جاء امرنا هودا ولما جاء امرنا لا سورة آية ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا. لا عايز الآية يكون فيها همزتين ايه. المهم إذا هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن أنبئوني إذا كنت تقرأ له بالقصر إذا كنت تقرأ للدوري بقصر منفصل بقصر منفصل
وعندما جاء أمر جاء أمرنا لك فيه إيه القصر وإيه والمد. إذا قلت بتقرأ بقصر منفصل قلك معاي بتقرأ بقصر منفصل وجيت عند جاء أمرنا يجوز إيه فيه إيه نعم الوجهان. طيب وإذا كنت بتقرأ متوسط منفصل يتعين عليه إيه التوسط. واضح؟ السوسي له الوجهان المطلق. السوسي لأن السوسي ليس له إلا إيه القصر فقط له الوجهان المطلق. أما الدوري فإذا كنت تقرأ له بالتوسط يتعين عليك قراءة إيه نعم التوسط فقط. بتقرأ بالقصر جاز لك إيه الوجهان. طيب لماذا في حالة التوسط؟ لأنه مش هيقل عن إيه عن منفصل، لأن المد في هذه الحالة لا يقل عن الهمز عن المد إيه المنفصل. قال جاء أمرنا من السماء إن أولياء. فلما جاء أمرنا إن شاء ننزل عليهم من السماء آية من السماء كجاء لا دي غير نعم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم اقرأ كده يا شيخ. ناوي الباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الإمام الشاطبي وطهر رحمه الله باب الهمزتين من كلمتين والمراد بهما همزة القطع المتلاصقتان في الوصف. يقول الناظم وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتفعلا كجاء أمرنا من السماء أو إن أولياء كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجمدت. أي أسقط أبو عمرو الهمزة الأولى من كل همزتي قطع تلاصقتا من كلمتين واتفقتا في الحركة إذا كانتا مفتوحتين كجاء أحد جاء أمرنا أو مكسورتين كهؤلاء إن في السماء إذا أو مضمومتين كأولياء أولئك. وليس غيره في القرآن في سورة الأحقاف الآية إيه وليس له من دونه ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فضل. قال ما ذكره الناظم من أن المحذوف في الأولى هو الذي عليه جمهور أهل الأداء وذهب بعضهم إلى أنها الثانية. وإلى ذلك أشار صاحب إلحاف البلية بقوله وأسقط الأولى في اتفاقهما معا وقيل بل الأخرى تقول عن فتى العلى. وتظهر فائدة هذا الخلاف كما في النشر بالمد فمن قال بالأول كان المد عنده من قبيل من قبيل المتصل ومن قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل. كمان مرة ها ومن قال إيه ومن قال بالأول كان المد عنده من قبيل المتصل نعم ومن قال بالثاني كان عنده من قبيل المتصل. يعني إذن
ولما جاء أمرنا إذا قلنا بأن المحذوفة هي الأولى يبقى الهمزة اللي معايا همزة إيه؟ ها؟ همزة أمرنا. يبقى هو الآن من قبيل الهمز من قبيل المد المغير بالحذف من قبيل إيه؟ الهمز المغير بالحذف فيجوز فيه إيه؟ الوجهان. وإن قلنا إن المحذوفة هي الثانية فهو إيه؟ ها؟ متصل قولا واحدا. يبقى جاء أمرنا لا يجوز فيه سوى إيه؟ التوسط. الأمثلة بقى وليس له من دوني أولياء أولئك يبقى هكذا وليس ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين هكذا وليس له من دوني أولياء أولئك في ضلال مبين ده كده قصر ايه الاثنين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين يبقى إذا قصرنا المنفصل جاز في أولياء أولئك القصر على اعتبار أن الهمزة المحذوفة إيه؟ الأولى وهو مد قبل همزة مغير بالحذف يجوز فيه إيه؟ الوجهان وإذا عليه القصد والتوسط في أولياء أولئك أما لو وسطنا من دونه أولياء لا يجوز فيه ها إلا التوسط لأنك إذا جعلت على أي تقدير إذا قدرت الهمزة المحذوفة الأولى يبقى كده مد قبل همز المغير بالحذف وطالما وسطت المنفصل لازم توسطه وإذا قلنا إن الهمزة المحذوفة هي إيه الثانية يجب برضو يجب أيضا إيه التوسط فضل يا شيخ وقالون والمزي في الفتح وافقا وقالون والمزي في الفتح وافقا وفي غيره كليا وكالواوي سهلا في الفتح في المفتوحة قالون عن نافع والمزي عن ابن كثير وافق أبا عمرو في إيه في إسقاط الأولى هكذا ولما جاء أمرنا أما في غيره في المضمومة والمكسورة سهلاها هكذا وليس له من دوني أولياء يسهل الأولى ولا الثانية الأولى أولياء أولئك أولياء أولئك أو في المكسورة مثالها إيه
نعم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إلى الأرض من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أجيب بس من أول من السماء إن بس عشان ما نبقاش فيها إيه فصل من السماء إن ده مين؟ طيب من السماء إن وهل يجوز القصر من السماء إن ها يجوز يجوز القصر وإن همز مد قبل غير همز وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا هكذا من السماء إن أو من السماء إن وفي المضمومتين أولياء أولئك أولياء أولئك الأولى إيه مسهلة والثانية إيه محققة وقانون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كاليا وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا بالسوء إلا في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء إلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا أقرأ تفضل كده الشرح بتاع الفتن وقالون والبزي قال وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء كالياء وكالواو سهلا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدل ثم أضغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا يعني أن قالون والبزي وافقا أبا عمرو على الإسقاط في حالة فتح الهمزتين وسهل الأولى من المكسورتين بين الهمزة والياء ومن المضمومتين بين الهمزة والواو واختلف عنهما في بالسوء إلا في يوسف فالجمهور عنهما بإبدال الأولى منه واوا مكسورة وإضغام الواو التي قبلها فيها وذهب جماعة عنهما إلى تسهيل الأولى فيه طردا للباب وهذا الوجه من زيادات النظم على أصله. يقول وفيه خلاف عنهما يشير إلى أن هناك رأي آخر وهو طردا للباب تسهيل الأولى مثل إيه سائر الهمزات هكذا بالسوء إلا بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا بالسوء إلا وعلى هذا يجوز إيه المد التوسط والقصر يجوز إيه التوسط والقصر لا هو ملزي من زيادات الناظم لكن من طريق الحرز وجه واحد بس اللي هو ايه بالسوء الا الابدال والادغام فضل. قال والاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفي هؤلاء والبغاء لورشهم
بياء خفيف الكسر بعضه متلى. ورش وقنبل لهما وجهان، تسهيل الثانية عكس ايه؟ عكس قانون بس يعني هكذا. ولما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا أولياء أولئك أولياء أولياء وليس له من دونه أولياء أولئك. والمكسورة زي إيه؟ من السماء إن. هذا الوجه الأول. قولوا بقى، وقد قيل محض المد عنها تمدلا، إشارة إلى أن هناك لا للمز لا لقنبل ورش وجها آخر، وهو إيه؟ إدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. هكذا، وليس له من دوني أولياء أولئك من دوني وليس له من دوني أولياء أولئك. قال وفي هؤلاء والبغاء، بس الوجهان المقدم بالأداء لورش الإبدال، والمقدم لقنبل التسهيل. هكذا، ولما جاء أمرنا، المفضل لورش إيه؟ الإبدال. ويجوز أيضا لورش ولما جاء أمرنا قنبل المقدم له إيه؟ التسهيل. ولما جاء أمرنا ولما جاء أمرنا. قال وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلى، في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن. فيها طبعا وجهان للبزي قنبل وورش. هكذا، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من قنبل؟ الوجه الثاني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. طيب نقرأها الورش، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هكذا على إيه؟ على الإبدال. أنبئوني بأسماء هؤلاء
الصادقين على ايه؟ تسهيل. الوجه الثالث بياء خفيف الكسر هكذا: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. له كم وجه؟ ثلاثة. طيب، لكن قنبل له فيها ايه؟ جسائر القرآن. لا، ايوه، الهمزه التي قبلها كلها بالمد لا اسمها. ده سؤال جميل. صلي على رسول الله وعلى عليه الصلاه والسلام. في حاله الابدال اما ان يكون بعدها حرف متحرك، واما ان يكون بعدها ايه؟ ساكن. صح. لو قلت مثلا: او جاء احد، ها، بعدها متحرك وهكذا، او جاء احد، يبقى يصير مد ايه؟ مد ايه؟ حكم المد اسمه ايه؟ مد طبيعي. اما اذا كان بعدها ساكن يبقى اسمه مد ايه؟ عندك اسم ثاني؟ بس. نعم، مد لازم، مد لازم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. القراءة الأول لقم هكذا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الوجه الثاني التسهيل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. شو المثال الثانية؟ طيب، لو قرأناها الورش: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طب هنعمل ايه في المد هنا؟ هو بعدها في نقل هكذا، يجوز فيه المد والقصر ستة أو اثنين. نعم، أنا هقول لك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كده بإيه؟ بالتسهيل. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. نعم، لأنه لازم اعتدادا بإيه؟ عدم الاعتداد بالعرض. أيوة. ويجوز: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بالقصر والمد زي ايه؟ ألف لام ميم فاتحة العنكبوت بالنسبة للورش فقط، وآل عمران. الوجه الثالث
للورش. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يبقى كده ايه الورش فيها ثلاثة أوجه. الأول التسهيل، والثاني المد الإبدال مع ايه مع المد والقصر، والثالث الإبدال ايه إبدالها ياء خالصة. قال اقرأ الشرح ما كده لو سمحت يا شيخ. نعم. الأول تسهيل، الثانية بين بين البغاء هنا ردنا. تسهيل الثانية ايه بين بين. الثاني إبدالها حرف مد مع القصر والمد على البغائين ردنا على البغائين ردنا تحصنا. دول يعتبر كأنهم وجه واحد. الثالث ها بياء خفيف الكسر على البغائين ردنا. خلاص كده وضحت. ها الفرق بين ياء خفيف الكسر مع الثانية ياء خالصة. وفي عندي ياء خالصة ما ياء بس ياء دي الياء يا شيخ لها ثلاث حالات. الياء المادية من أين تخرج؟ طيب الياء المتحركة منين؟ وحرف اللين من وسط اللسان. فهو الفرق بين الياء اللي هي ياء خفيف الكاف دي ياء متحركة، إنما الثانية ياء إيه؟ مادية. اتفضل يا سيدي. يقول الناظم: ونقرا كمد عند ورش وقنبل، فقد قيل محو المد عنها تبدلا، وفي هؤلاء والبغاءين لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم متلا. يقول الشارح: يعني ان ورشا وقنبلا ورد عنهما في الانواع الثلاثه المذكوره والتاب، فحلوها تحقيق الاولى وتسهيل الثانيه بين بين، وهذا هو المذكور في التيسير. والثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية حرف مد خالصا من جنس حركة سابقها، ففي الفتح ألفا وفي الكسر ياء وفي الضم واوا، مبالغة في التخفيف وهو مذهب عامة المصريين. وزاد بعض أهل الأداء عن ورش في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم في البقرة، والبغاء إن أردنا في النور، وجها ثالثا وهو جعل الثانية ياء مختلفة الكسر. وذكره في التيسير من قراءته على ابن خاقان، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين في ذلك كله. قال تنبيه: وإذا أبدلت الثانية حرف مد خالصا لورش وقنبل، فإن وقع بعده ساكن صحيح نحو هؤلاء جاء أمرنا، زيد في حرف المد لأجل الساكنين. وإن قطع بعده متحرك نحو في السماء إلى جاء أحدهم أولياء أولئك، لم يزل على مقدار حرف مد. وإن عرض التحريك نحو من النساء إن اتقيتن وللنبي إن أراد، جاز المد والقصر. زي ما قلنا في البغائن في لستنك أحد يا نساء النبي
دول اللي في الآية. طب أيوه. قال فإن عرض إيه؟ فإن عرض التحريف نحو أيوة. من النساء إن اتقيتن. نعم. لستن كأحد من النساء لورش وقنبل. لستن كأحد من النساء إن اتقيتم لهم. نعم. لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. لستن كأحد من النساء إن اتقيتم. لأن هنا الحركة في الإيه؟ حركة إن عارضة. فيجوز المد ست حركات ويجوز ايه القصر حركتين فقط. فضل. قال فإن وقع بعد الثانية من المفتوحتين ألف وذلك في جاء آل ففيها بعد البدل وجهان أحدهما أن تحذف الألف للساكنين والثاني لا تحذف ويزاد في المد للفصل بينهما هكذا. ولما جاء آل لوط ولما جاء آل لوط المرسلون في الآخرة ولما جاء آل لوط ده كده ايه تسهيل. طيب لو أبدلنا لورش وقنبل هكذا ولما جاء آل لوط أو ولما جاء آل لوط بس لكن لا يجوز إيه التوسط على أنه بدأ وسينبي عليه إن شاء الله. تفضل. قال وهي ذلك أشار إبحاث البرية بقوله والأخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا ومد إذا كان السكون ومد إذا كان السكون ومد إذا كان السكون بعيده بعيده ومد إذا كان السكون بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر فاقصر وطولا ومد إذا كان السكون بعيده وإن طرأ التحريك فاقصر وطولا وجاء آل وابدلا عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولقنبلة وجاء آل أبدلا عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولقنبل يجوز فيه إيه لورش وقنبل ولا تقل إنه إيه بدل لأن المد الموجود معانا مبدل من حمز مبدل من ايه همز. من همز هكذا ولما جاء آل لوط ولما جاء آل لوط لا يجوز الا ايه المد والقصر فقط لقنبل ولورش لا لا مش بدل انا بقول لا ولما جاء آل لوط تاخذ حكم البدل فضل. لا بالنسبة لورش إذا سهل الثانية صار من قبيل البدل ولما جاء آل لوط أو ولما جاء آل لوط أو ولما جاء آل لوط لكن عند الإبدال يستوي قنبل وورش في الحكم إما المد ست حركات وإما القصر حركتين فقط وجاء آل أبدلا عند ورشهم بقصر ومد فيه قل ولقنبلة
وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. تفضل. نعم. معي رسالة. بعد الدرس شوية بس. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. التغيير طبعا بالتسهيل أو بالإبدال أو بالحذف. فمثل إذا قرأنا لأبي عمرو البصري ولما جاء أمرنا حذفنا الهمزة الأولى مش كده؟ يبقى يجوز فيه إيه؟ وجهان، المد والقصر. المد على اعتبار أنه همز حرف مد قبل همز مغير بإيه؟ بالحذف. ولما جاء أمرنا والقصر على أنه إيه؟ ذهب حرف المد، ذهب الهمز ولا أثر له. ولما جاء أمرنا، لكن زي ما قلت لحضراتكم أنبئوني بأسماء هؤلاء إذا وسطنا هؤلاء ليس إلا التوسط في إيه؟ في المد التالي. أنبئوني بأسماء هؤلاء، لا هكذا، أنبئوني بأسماء هؤلاء أو أنبئوني بأسماء هؤلاء، صح كده؟ أنبئوني بأسماء هؤلاء، لا يجوز إلا إيه؟ التوسط مع التوسط. مع قصر المنفصل يجوز التوسط والقصر، ومع توسط المنفصل. طيب، إنا شأن ننزل قال هذا شرحها كده بقى، تفضل. وإن حرف مد قال وإن حرف مد أي قبل همز مغير وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله، يعني أن المد إذا وقع قبل همز مغير قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان، أحدهما القصر والثاني المد، ورجحه بقوله والمد ما زال أعدله. واعلم أن محل رجحية المد من القصر إذا كان أثر الهمز المغير باقيا، وذلك في حال التسهيل. أما في حال الإسقاط فالأفضل القصر لعدم وجود أثره، وإلى ذلك أشار الحسيني في إلحاف البلية بقوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا إذا أثر الهمز المغير قد بقي. إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. فإذا قرئ لأبي عمرو ونحو هؤلاء إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه. قصرها مع مد قصرها قصرها مع مد إيه؟ أولئك وقصره. ثم مدهما دون مدها مع قصر أولئك، لأنه إن قدر حذفه كمان مرة جاز لأبي عمرو إيه؟ فإذا قرئ لأبي عمرو نحو هؤلاء إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه. أيوة. قصر ها مع مد أولئك وقصره. أيه كده كان؟ هكذا. هؤلاء
هؤلاء زي ما مثلتها لحضراتكم الاول ايه هؤلاء ها قصر ايه الاثنين الوجه الثاني قصر هاء ومد اللام هؤلاء فضل ثم مدهما دون مد هاء مع قصر أولئي لأنه إن قدر حرف الأولى من أولئي كان من قبيل المنفصل فيقصران معا ويمدان معا طيب. وإن قدر حرف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مدها أو قصرها لو ماشي بقى الجاب الوجه الثاني اللي هو إيه وقيل بل الأخرى هناخدها كمان مع بعضنا هو وركز عليها الإجابة إن قدرنا الأولى يبقى فيها كم هؤلاء وهؤلاء صح والوجه الثاني هؤلاء طيب وإن قد وقيل بل الأخرى وقيل إيه بل الأخرى يعني الأخرى هي المحذوفة اللي هي في أول إيه الكلمة الثانية اللي هي بتاع إن طيب يبقى كيف نقرأ هؤلاء إذن سواء قصرت المنفصل أو مددته فليس إلا الفصل أيوة الله يكرمك يبقى هكذا هؤلاء إن أو هؤلاء إن كده واضحة؟ نعيد كلامه تاني؟ قاعد كده يا شيخ بالراحة كده قال فإذا قرئ لأبي عمرو نحو هؤلاء إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه قصر هاء مع مد أولاء وقصره طيب. ثم مدهما دون مد هاء مع قصر أولاء لأنه إن قدر حذف الأولى من أولاء كان من قبيل المنفصل فيقصران معا ويمدان معا وإن قدر حذف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مدها أو قصرها وإذا قرئ لقالون بتسهيل الأولى فالأوجه الأربعة المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعادة وعدمه في أولئك سواء مد الأول أو قصر وما ورد عن النشر من تضعيف قصر أولئك على مدها لا يقدح في جواز الأخذ به بعد ثبوته كما قد يتوهم وإلا لم تنع قصر المد اللازم الذي هو أقوى الوجود عند تغير سببه نحو ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله مع مد المنفصل مع أنه لم يقل به أحد في ذلك وإلى ذلك يشير قول إتحاف البرية وفي هؤلاء مدها مع قصرها وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه له منع مسقطا لا مسهلا وإذا قرئ للبزي فالوجهان جائزان بناء على ما ذكر وتسهيل أخرى فيه استفسارات على الكلام اللي فات ده نعم اي حاضر اي تفضل وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهن مسقطا لا مسهلا إذا قرأنا هؤلاء إن يمتنع مدها هاء مع قصر إيه اللام في حالة الإسقاط
في حالة ايه؟ الاسقاط. هؤلاء هؤلاء ان قلنا ان الـ على قراءة على نعم قانون بيسهل ايه الاولى هؤلاء ان يبقى اذا اما ان تقصر ان قصرت الهاء يجوز لك في هؤلاء ايه وجهان هؤلاء ان او هؤلاء ان هؤلاء ان لا يجوز الا الايه التوسط وفي مدها مع قصر ما تلاه لهم نع ايه مسقطا لا مسهلا قال وتسهيل الاخرى في اختلافهما سمع تفيئ الى مع جاء امه انزلا نشاء اصبنا والسماء او ائتنا فنوعان قل كليا وكالواو سهلا ونوعان منها ابدلا منهما وقل يشاء الى كالياء اقيس بعدلا وعن اكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا الهمزه الاولى تكون ايه مفتوحة وما بعدها مفتوح عرفناه صح ان هما ايه ايوه اتفاق اما هنا فالاولى مفتوحة تفيئة الى والثانية مكسورة او مضمومة حتى تفيء إلى أمر الله وجاء أمة هذه اثنين والأولى مضمومة والثانية إيه مفتوحة نشاء أصبنا وبعدها يشاء إلى والأولى إيه ها وما بعدها مفتوح زي إيه السماء أو قال فنوعان قل كليا وكالواو سهلا اللي هم إيه في قولوا تفيئ إلى مع جاء أمة تفيئة إلى تفيئة إلى جاء هم كلما جاء أمة رسولها فنوعان قل كليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا يبقى الأول تفيئة إلى حتى تفيئة إلى أمر الله جاء كلما جاء أمة نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا يبقى فيهم إيه الاثنين دول الإبدال نشاء أن لو نشاء وصبناهم والتانية إيه من السماء يوم أما يشاء إلى فيجوز فيها وجهان الإبدال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى أو يهدي من يشاء إلى يجوز فيها التسهيل ويجوز فيها إيه الإبدال يبقى لكن لا يوجد همزة
اللي هي الجزء اللي مش موجود، مكسورة وبعدها مضموع، لا يوجد في القرآن. أقرأ تفضل الشرح. وتسهيل الأخرى، قال وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة ينزل، لا جاء أمة، كلما جاء أمة رسوله تفيئ إلى مع جاء أمة ينزل، نشاء وصبنا والسماء يوتنا، فنوعان قل كالياء وكالياء وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما، وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا، وعن أكثر القراء تبدل واوها، تبدل واوها، وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا، يعني أن تسهيل الهمزة الثانية في حالة اختلاف حركتي الهمزتين قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، المختلفتان في القرآن على 5 أنواع، الأول مفتوحة كمكسورة نحو شهداء إذا وتفيئ إلى، والثاني مفتوحة مضمومة وهو في جاء أمة للمؤمنين فقط، والثالث مضمومة كمفتوحة نحو السفهاء ألا نشاء أصبناهم، والرابع مكسورة مفتوحة نحو من خطبة النساء أو من الماء أو، والخامس مضمومة كمكسورة نحو يشاء إلى وما مسني السوء إن، وكيفية التسهيل في النوع الأول أن تجعل الهمزة بينها وبين الياء، وفي النوع الثاني أن تجعل بين الهمزة والواو، وفي النوع الثالث أن تبدل واوا خالصة، وفي النوع الرابع أن تبدل ياء خالصة، وأما الخامس فمذهب الجمهور عنهم إلى إبدالها فيه واوا. وأما الخامس فمذهب الجمهور عنهم إلى إبدالها فيه واوا خالصة فدبروها بحركتها وحركة ما قبلها، وذهب جماعة إلى تسهيلها بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط، وذهب الأخفش إلى تسهيلها كالواو وتعقبه في النشر بعدم صحته نقلا وعدم إمكانه لفظا، وقال الباقون بالتخفيف في الأنواع 5، ومحل التسهيل والإبدال في كل ما ذكر إنما هو في حالة الوصل، فلو وقفت على الأولى وابتدأت الثانية فلا بد من التحقيق للجمع في الهمزتين، لأن التسهيل والإبدال إنما كانا لثقل اجتماع الهمزتين، فقد زال انفصال كل واحدة عن الأخرى. يعني إذا ابتدأنا أن التسهيل لا يكون، الهمزة المسهلة لا يبتدأ بها لأنها قريبة من الساكن، قريبة إيه؟ من الساكن، لا يبتدأ بها، كما قالوا لا يبدأ إيه؟ بساكن كما لا يوقف على متحرك، فهي إيه؟ في حالة الابتداء يمتنع الابتداء بالهمزة إيه؟ بالهمزة المسهلة. يعني قدروها يعني. يعني إما أو ضبطوها بحركة إيه؟ ما قبلها أو بحركته. قال والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. هنا ما معنى التسهيل؟ التسهيل النطق بالحرف بين همز وبين حركة وبين واو في المضمون، وبين همز وبين ألف في المفتوح، وبين همز وبين ياء في المكسور، وهذا معنى قوله والإبدال محض. الإبدال محض، واضح دي،
إما بس حركة إيه ما قبلها. والتسهيل والمسال بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة، فتجعل المضمومة نعم بحركة الهمزة نفسها. زي ايه؟ أأنتم، يبقى تسهلها هكذا أأنتم أأنتم أأنتم، المكسورة أئنك، التحقيق هكذا، التسهيل أئنك أئنك، المضمومة أأنبئكم أأنبئكم أأنبئكم. اتفضل. الإبدال محض. والإبدال محض، والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. لما تكرر له ذكر الإبدال والتسهيل بين حقيقتهما، بين حقيقتهما، بين حقيقتهما وحقيقتهما، لأن الإبدال جعل الهمزة حرف مد خالصا لا يشوبه شيء من لفظ الهمزة، والتسهيل جعل الهمز بينه وبين الحرف الذي من جنس حركته، فيجعل بين الهمز والواو إذا انضم، وبينه وبين الياء إذا انكسر، وبينه وبين الألف إذا انفتح. قال باب الهمز المفرد: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه أي إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملة تس ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وأرجع معا وقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومؤصلة أوسط يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا، وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون بياء تبدلا. الهمز الساكن لورش يبدله إذا كان إيه فاء الكلمة، إذا كان يقابل الفاء في الميزان، في الميزان الصرفي، زي إيه فأتوا أو ائتنا، يبقى هكذا فأتوا ائتنا المؤمنون، لو جاء قد أفلح المؤمنون، الهمزة هنا لو جئت نوزن مؤمن وزنها إيه مفعل، يبقى وقعت الهمزة إيه فاء الكلمة المؤمنون. تأويل وزنها إيه تفعيل: هل ينظرون إلا تأويله، لكن الرأس واشتعل الرأس شيبا لعين الكلمة، والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة، لكن إذا كانت وأيضا لابد أن تكون إيه فاء الكلمة، تكون إيه فاء الكلمة،
زي مؤجلة، مؤجلة وزنها ايه؟ ليخرج ايه؟ فؤاد وسؤال، لأن فؤاد وزنها فعال وسؤال فعال، فهي ليست ايه؟ فاء الكلمة. قال سوى جملة الإيواء في جميع تصرفات كلمة الإيواء، تؤوي ونعم نأوى مأوى وفصيلته التي تؤويه، في كل هذا لا يبدل. قال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا. السوسي وسع الباب أكثر شوي، فهو يبدل إيه؟ جميع الهمزات إلا ما استثناها هنا، وهي إيه؟ الأول اكتسؤ ونشأ، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن نشأ نخصف بهم الأرض، تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ، ومع يهيئ ويهيئ لكم من أمركم، و أولا انساها في سورة إيه؟ في سورة البقرة، لأنه بيقراها هكذا، ما ننسخ من آية أو ننسأها. وهيئ ينبأ، ينبأ أم لم إيه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أنبئهم بأسمائهم ونبئهم عن القمر والحجر. وأرجع، قالوا أرجعه وأخاه، لأن كلمة أرجع فيها ست قراءات، ثلاثة بإيه؟ الثلاثة اللي بالهمز، وأرجعه من، والضم حز، ها صله دع لنا، هكذا أرجعه وأخاه بالضم. قالوا أرجعه وأخاه بقراءة ومين؟ فت بس ها لا أرجعه ها أبو عمرو أرجعه وأخاه ابن ذكوان أرجعه وأخاه اللي هم أصحاب الهمز، ابن كثير وهشام أرجعه وأخاه صله دع لنا. قال واقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال وتؤوي، وتؤويه أخف بهمزه، وفصيلته التي تؤويه، وتؤوي إليك من تشاء. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، فلذلك همزه في أن الري امتلاء من الشراب. ورئيا بترك الهمز ومؤصدة، لو أبدلها تشبه إيه؟ أوسط، لأن إذا كانت آصد ولا أوصد، وما الفرق بينهما؟ إذا كانت من أوصد تبقى إيه؟ موصدة،
قولا واحدا. وإذا كانت من آصدة تصير إيه؟ مؤصدة. وعلى هذا يجوز تخفيفها إلى إيه؟ مؤصدة. لكن هي لغة شيخه من الواو، ولذلك إيه؟ لغة شيخه من الهمز، فلو أبدلها تشبه إيه؟ أوصدة. قال: وبارئكم بالهمز حال سكونه. سيأتي في سورة البقرة أن أبا عمرو البصري يقرأ كلمات وعدنا جميعا دون ما ألف حلا وإسكان بارئكم ويأمركم له ويمصركم أيضا إلى آخر ويشعركم تلا، فيقرأ فتوبوا إلى بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم. فهل تخفف هذه الهمز؟ هي حركتها عارضة وليست أصلية، ولذلك قال وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل، لكن هو الأقوى في الأداء الهمز. قال ذكر من شاركه إيه في الإبدال، قال ووالاه في بئر وفي بئس ورشه. لا خلاص ايوه خلاص. وقال ووالاه، والاه يعني ايه؟ وافقه في الابدال في بئر وفي بئس. في بئر في سورة ايه؟ نعم في بئر في سورة يوسف وبئر معطلة وقصر مشيد. الجب الجب معلش. وفي بئس حيث أتى في القرآن بئس وبئر معطلة ولا معطلة تفخيم اللام. وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. الذئب في سورة يوسف إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. والكساء وورش وأخاف أن يأكله الذئب. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة. ويطوف عليك يخرج منهما اللؤلؤ، يخرج منهما اللؤلؤ في التعريف كأنهم ايه؟ لؤلؤ في التنكير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كأنهم لؤلؤ. يبقى إذن شعبة في لؤلؤ في التعريف والتنكير، اللؤلؤ كأنهم لؤلؤ أو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال ويألتكم الدور والإبدال يجتلى. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الدور يألتكم، يألتكم
قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم. السوسي يألتكم. قال وورش لألا، لألا يعلم أهل الكتاب، لألا يكون للناس عليكم حجة، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هكذا ورش بإيه؟ ليلا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ليلا يكون للناس عليكم حجة، ليلا يعلم أهل الكتاب. والموضع الثالث ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يدلها يا والنسيء بيائه ورش لألا، والنسيء وأدغم في ياء النسيء فثقل. هكذا إنما النسي، إنما النسي زيادة في الكفر، إنما النسي. ثم قال رحمه الله والإبدال محض، وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. الهمزتين إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة تبدل لجميع القراء مثل إيه؟ ولذلك بيسموه مد إيه؟ إيمان. أصلها إيه؟ إيمان. آمنا أصلها إيه؟ آمنا. آدم أأدم. أوهلا أؤهلا. من أجل ذلك إذا قرأنا ووقفنا في سورة الأحقاف أم لهم شرك في السماوات، أم لهم شرك في السماوات ائتوني، طيب لو وقفت على السماوات ائتوني ائتوني. وإبدال أخرى وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. نتوقف إلى هنا. هذا هنقرأ إن شاء الله، هنعيد المبدأ في الدرس القادم ونقرأ الشرح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وعليكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا.